أعمل بشركة صيانة سيارات، وكيل شركة أجنبية، أحيانا يبيعون قطع غيار غير أصلية مع الأصلية، ولا أستطيع تغيير ذلك ولست مشاركا معهم، هل علي شيء؟ أي نعم، إذا كنت تخدمهم في هذا الغش، تبيع على الناس القطع على أنها أصلية وما هي أصلية، فأنت شريك لهم في الإثم، لا تطيعهم، هذا إعانة على الباطل، فتجنب هذا العمل الذي فيه الغش. نعم.